كاين واحد السؤال اللي تارو السي العدوي كونسيرنون الجدل على لي زانونس ليغال، كنظن اني شي معلومات اللي غتفيدكم بخصوص الجرائد اللي كتبات على هذا الموضوع. للاسف كان هناك خلط، وكنظن هنا بما انه سي ان ديباكي اوفير، الناس المينيستير دو لا كومونيكاسيون راه حاضرين معنا، يمكن لهم تاهما يعطيو واحد الكلمه في هذا الموضوع اللي ايفيكتيفمون تار واحد الجدل ولكن كان خلط اكثر من اوتغ شوز. وهذا كيطلب مني انني نرجع شويه للماضي. في الكونفينمون بحال اللي قال السي مفتاح توتالور تسدوا الجرائد ما بقاوش كيطبعوا، كانوا دي زوبليغاسيون ليغال بالنسبه للاسهم اللي في الشركه والبورصه والشركات الماليه ولي سوسيتي كوتي اون بورش. سي ديزولي سي ان سيكتور اللي خصني نتذكر به بالفرنسيه ما نهضرش بالعربيه. لي سوسيتي كي سون كوتي سون اوبليجي دو بوبليي لور سيتات سانتيز 3 فوا بار ان. سو سون دي زيتا qui doivent être publiés dans des délais. L'année dernière, avec le confinement, ces sociétés devaient publier leur bilan et état financier le 30 mars. Il s'avère que le 16 mars, l'État a obligé tout le monde de rester chez lui et le ministère de l'Intérieur avait envoyé un courrier pour dire « on arrête l'impression des journaux ». A'oudou billahi min qawl ta'ana, ou quand on a encore une fois les gens du ministère de la Communication, rahadrin, tassalt bla MMC, les hiya... اللي كتعرفوها الهيئه الماليه ديال سوق الرسامين، قلت لهم دابا كاين مشكل هاد الشركات اللي بور لا ترونسبارونس خصها تبيبليي لي زيتازيان كي غدير والجورنال موقف، حيت كانوا غير الجرائد المكتوبه هي اللي كتلقى هاد الاعلانات الماليه. قالوا لي خلينا نشوفوا. اتصلت بلا كابس اللي هو الريغولاتور ديال لي كومباني داسيورونس، اتصلت ببنك المغرب، الحمد لله عندي اثباتات وعندي رسائل وعندي دي سيشونج مع هاد لي انستيتيوسيون. قال لك فاطمه الزهراء وي جرائد مسدوده، ولكن غنفكروا في واحد الحل، هو اننا غادي نصيفطوا واحد لو كومونيكي باش تقولوا خلال هاد الفتره الجرائد اللي عندها السيت انترنت، الجرائد المكتوبه اللي عندها السيت انترنت ديالها يمكن لها تعمل هاد الاعلانات. داز الكونفينمون ولات الجرائد كتكتب كيخرجوا كيطبعوا ما كاين باس. جات هاد الاعلانات الماليه لاحظنا بلي انها ولات كدوز في الجرائد. اونكور اون فوا جو برون لينيسياتيف اي جابيل لو مينيستير دو لا كومونيكاسيون. الله يخليكم، دابا حنا في واحد الحاله والجرائد ما كتصدرش دون مانيير ريغولييغ، شي مره كيوقفوا شي مره كيخرجوا، والشركات عندهم التزامات عندهم ديدات اللي خصهم يخرجوا فيهم. قال لك واخا نشوفوا شنو غادي نديروا، ديروا لنا طلبات. درت طلب انا بالنسبه للجرائد ديالي، وللاسف هما اللي تتاروا في المقالات اللي خرجت ما كاين باس. اونكور اون فوا جو رميرسي ديو اي جو رميرسي لو مينيستير دو لا كومونيكاسيون دو نوز افوار دوني سيت اوكازيون بور سيكسبريمي. يمكن نصلحوا هذا الخلط اللي وقع، سي اون اكسيلونت شوز. اتصلت بالمينيستير دو لا كومونيكاسيون قلت لهم اوجوردي يا ان بروبليم كيسكي الفو فير. هادشي هادي عام باش اتصلت بالمينيستير دو لا كومونيكاسيون. قال لك خصكم ديروا لنا واحد الطلب باش نطلبوا لي زانونس فينونسيير با لي زانونس ليغال با لي زانونس ديال القضائيه. سانا غيان افوار لي زانونس فينونسيير كوميونيكاسيون فينونسيير. قال لك اوكي الطلب ديالك ترتاح حنا كنشوفوه. السيد الكاتب العام هو هنا، عيط له سبعه د المرات كيقول لي فاطمه الزهراء اون بو ريان فير، صيفطنا الجرائد اللي عندها الملائمه باش تعطينا لي كريتير ديالها باش يمكن لها تدوز، ما يمكنناش ناكتواليزي ولا ليست دي زانونس ليغال اي فينونسيير بلا ما الاخرين يصيفطوا لنا الطلبات ديالنا ويبينوا لنا بلي ان لي كريتير ديالهم سون ريسبكتي. جوسكو موا د سبتمبر عيط للسياده قال لي صافي راه راسي ليست خرجات من عندنا راه هي كونتخ لي ما دو مينيستير دي فينونس. بقيت كنعيط للمينيستير دي فينونس، قالوا لي دابا انتم علاش ياك الجرائد الورقيه اللي عندها سيت انترنيغ راه دوفيس وكاينه في البيلتان اوفيسيال، ولكن اللي ما عندوش غادي نزيدوه. زادوا ثلاثة ولا أربعة، ميديا 24 يمكن فينونس نيوز اكسيتيرا. خرج بولتان اوفيسيال في لو 6 جانفي نضت القيامة. قيامة الوزيرة صاحبة مدام ورياغلي وعطاتها لي زانونس ليغال. كنتمنى أن هذا الخلط يكون توضح، واللي عنده شي سؤال مينيستير دو لا كومينيكاسيون راه هما هنا حاضرين، مينيستير دو فينونس هما حاضرين، وبلا ما نتهموا لا الوزيرة ولا لورياغلي ولا لوبي ولا راه ما كاين من هادشي حتى حاجة. راه ما عنده حتى علاقه بالاعلانات لا الاداريه ولا القضائيه
وانا اشهد وفكروني لقيتو في الجرائد ديالي اعلانات اداريه او اعلانات قضائيه. وبما انني ولكن جو سوي ان جورنال ايكونوميك اي فينانسي كنظن كان من ان زعما كنت ملزمه انني نقدم الطلب، والطلب اللي ما قدمتوش لنفسي وحدي قدمته باسم المهنه.